بسم الله. امر فولف من الامر كويسة جدا ان انت بترسم حاجه 2 دي تلف حوالين اكس فيكون عندك شكل ثلاثي ابعاد. يعني مثلا لو انا عندي الدايره ديت وارسم جنبها لاين بالشكل دوت، عايز اقول امر الفولف، فبروح طبعا لامر السوليد، بلاقي عندي هنا امر سوليد باي ريفولفيشن، اختار الشكل بيقول لي ارسم لي الاكس، فخلاص ده الاكس بتاعي، وتبدأ تحدد بقى كمية دوران حواليها هيبقى قد ايه، ممكن تديله اي زاوية مثلا يطلع معايا بالشكل دوت. خلينا نيجي هنا اقول له انا عايز اشوفها موديلنج مثلا، طلع معايا بالشكل دوت.